السلام عليكم حبيباتي، اليوم مع وصفات مطبخ دليلة ديزات. نشارك معكم وصفة خبز العيد بدون دلك، يجي أروع ما يكون. ابقوا معي حتى آخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا حبيبات قلبي للقناة، ما تنساوش تخليوا لي اللايك فضلا وليس أمرا، والكومنتار، ولعجبكم الفيديو والبرتاج. هنا حبيبة قلبي نديرو الخبز تاع العيد. بسم الله، مقبل ما نبدأ نقولكم صحة عيدكم، كل عام انتم بخير، ان شاء الله ربي ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والهنا ان شاء الله. بسم الله نبداو. هنايا عندي 700 غرام تاع فارينة، نفرغها في الوعاء تاعي. هاد الخبز بلا ما ندلكوه ساهل. وعندي هنايا مغرفه تاع العشاء معمره مليح تاع الخميره تاع الخبز، وشويه زريعه تاع البسباس، حبه حلاوه مخلطه، ومغرفه تاع قهوه حليب تاع السكر. عندي هنا بياض بيض صفر نخليه للتزيين، وعندي كاس ناقص زوج اسبوع تاع زيت المائده والملح، مغرفه تاع قهوه حليب، وهنايا الحليب باش نضم هذا الوسمو تاعي، هذا الخبز تاعي. يعني ساهل تخلطوه في وقفه. وهنايا حندير بياض بيض نديرو دكوتي هايديك، هاكا، ونزيد هذاك الزيت. ونزيد الملح، عندكم مغرفة تاع قهوة حليب، نتوما تقدروا ديروا حتى نص مغرفة تاع العشاء هايليك. وعندي حليب دافئ، انا وزنتو بصح من بعد نخلي لكم في الصندوق الوصف شحال الجراماج واش اللي درنا كلش. ندير هكا شي حليب باش يجيني ساهل كي نحل هذيك الخميرة، ما تروحليش كتلة واحدة في الفارينة هذه ولا في هذا الخبز. ونبدا نخلط، ولا ما عندكمش هكا الحليب تقدروا ديروا زوج مغارف تاع العشاء تاع الحليب البودره وطموه بالماء، يعني كيما حبيتوا، المهم يكون الحليب هكذا. نبدا ندير حتى وين نشوف القوام اللي حبيتو، ولا ما كفاليش حنزيد هكذا. تتخدموا توجو عصروا هكذا باش يتخلط لكم مليح، يتجانس لكم يعني هاد المكونات. مقبله درت 400 غرام تاع الحليب ولا 400 ملي، انا نوزنه ما نكذبش عليكم. وهنايا زدت 100 ملي ولا 100 غرام، دوك نزيد بالعقل ونشوف. بعد نقول لكم شحال كاع دالي، يعني هاد العجينه شحال دات لي من الحليب، لازم تجيكم طريه. هاوليك حبيبة قلبي تجيكم هكا لاباط شويه تلاصق. شوفوا نسيه باليد واحده اخرى، انا درنا كاع هذاك الكاس، سما دار لي نص لتر في 700 غرام تاع فارينه تاع السمن. دوك ندير شويه الزيت، هكذا نجمعو كاع ونغطيه ونخليه يخمر لي، ونجوزو المرحله واحده اخرى. شوفوا ما شاء الله، بعد 40 دقيقه خمر لي. دوك نديكازي، هاكا هم ليك حبيباتي، وزنتهم 130 غرام الوحده.
الوسط نقرصهم، يعني نقرصهم ونبدا ندير لهم هكذا ونحطهم في السنيوة نكملهم كاع هكذا. نبلاطيهم شوية باش ما يجوناش بيان فيهم البابة تاع الخبز، هكذا نبلاطيهم كاع كيما راهم هكا غير بالأصابع يجونا خفاف. انا جبت هذاك الصفر تاع البيض وزدت له مغرفة تاع العشاء تاع الحليب. دوك نبدا ندهن كاع هاد الخبيزات تاوعي ساير داير، ما نخليوش البلاصة هكذا كيما راني نخدم هكذا. ها وندير لهم شويه تاع رحلي واسمه يا ربي جلجلان، جلجلان ابيض يعني مليح فيها الكالسيوم. هكا عمرتهم من الفوق نكملهم كاع هكا، ولا شعلت الفرن تاعي مسبقا عندي دوك 20 دقيقه ملي شعلته من التحت ومن طوق من الفوق على اقصى درجه. فوالا بعد ما خمروا لي جازوا عليهم 10 دقائق راني دوكا درتهم في الفرن. فوالا حبيباتي انتم مع حبيبات قلبي، يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. سيو هذا الخبز تاع العيد وقولوا لي كيفاه، يعني في التعليقات كيفاه جاكم. ديروا لي الاشتراك وفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كامل جديد تاعي. ان شاء الله نتلاقى في ساعة الخير. ومقبل ما نروح شوفوا كيفاه جاني الخبز تاعي، هذه بقات لي وحده صغيره شوفوا ما شاء الله. انا شعلت له من تحت ومن الفوق على 250 درجه، يعني شوفوا في 700 غرام تاع فرينه خرجوا لي 10 حبات تاع الخبز، يعني 10 خبيزات شوفوا ما شاء الله. نقسم لكم الحبه باش تشوفوها، شوفوا ساهل في التقسيم ولا اروع. ها من يديكم حبيبه قلبي نتوما تاني الفحلات، على بالي نتوما شاطرات. شوفوا اسفنجي. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.